أهلا بكم في سبوت نيوز. نشرت وزارة التخطيط العراقية الخميس 17 من تشرين الأول عام 2019 بيانا في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، فيما كشفت عن تراجع معدلاته في العراق. وقالت الوزارة في بيان لها إن مؤشرات الفقر شهدت تراجعاً في معدلاتها خلال العام الماضي 2018، وذلك وفقاً للمسح الذي نفذته وزارة التخطيط لرصد وتقويم الفقر في العراق الذي شمل جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان. إذ سجل مؤشر الفقر انخفاضاً من 22.5% عام 2014 إلى 20% عام 2018، فيما لا تزال محافظة المثنى المحافظة الأكثر فقراً بين المحافظات العراقية بنسبة وصلت إلى 52%. وأضافت الوزارة أن متوسط إنفاق الأسرة خلال السنة الماضية بلغ 1.5 مليون دينار عراقي شهرياً، وارتفع معدل التحاق الصافي في المرحلة الابتدائية إلى 93% وفي الدراسة المتوسطة إلى 75%، كما ارتفعت نسبة الأسر المرتبطة بشبكة الماء الصافي إلى 92% عام 2018. وأظهرت نتائج المسح وفق البيان أن نسبة البطالة سجلت 13.8% طبقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، فيما ترتفع نسبة البطالة بين الشباب إلى 19%، وكانت مؤشرات البطالة قد قاربت 30% عام 2005 وانخفضت إلى 11% عام 2013، إلى أنها عاودت الارتفاع عام 2014 بسبب الأزمتين الأمنية والاقتصادية التي تعرض لها العراق.